معلوم في كثير من الأحاديث أن الأطفال الصغار يوم القيامة يقفون عند باب الجنة يبكون يطلبون عزاءهم، فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم جبريل عليه السلام ليسألهم عن سبب بكائهم، والله تبارك وتعالى أعلم بهم. فيأتيهم جبريل عليه السلام فيسألهم فيقولون لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معنا. فيأتيهم الإذن من رب العالمين تبارك وتعالى أن يدخلوا هم وآباؤهم الجنة. فهذا النوع من الشفاعة وهو الاستجابة لدخول الجنة هو الذي يستحقه الآباء الذين عقوا أي ذبحوا على أبنائهم. الله أعلم.